نجدد التحية. قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إن العمل يجري على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا الحرص على إنجاز الأعمال الإنشائية المطلوبة وفقا للنظم والمعايير الدولية. وتفقد وزير الشباب والرياضة بشكل مفاجئ مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة معدل الإنجاز بالمشروع الذي يقام على مساحة تصل إلى 93 فدانا. وأضاف صبحي أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف تشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في عام 2021. في السياق ذاته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أثناء هذه الزيارة للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال أن المتابعة مستمرة لأداء مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية من خلال الزيارات المتوالية التي يقوم بها، وكذا متابعة مديريات الشباب والرياضة لها لرصد إمكانياتها على أرض الواقع والتأكد من أداء دورها على أكمل وجه والعمل على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها. كما أكد الوزير استمرار الزيارات المفاجئة التي يقوم بها مساعدوه لمراكز الشباب في إطار تقييم الأداء بها وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة في إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة ومحاسبة المقصرين. ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى سعي الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها لتكثيف الأنشطة والبرامج بها على مدار العام. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية وتقديم كل الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية بها. إذن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. مرحبا بحضرتك يا دكتور أشرف، والنهارده حضرتك قمت بجولة مفاجئة للعاصمة الإدارية الجديدة وتفقدت مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أبرز ما لاحظته في هذه الزيارة المفاجئة. أولا أنا بشكركم وأهلا وسهلا. إحنا طبعا في زيارات تفقدية مستمرة لكل المنشآت تخص مشروع الرياضة، أكيد طبعا من ضمن الحاجات الكبيرة اللي طبعا فيها دايما سيادة الرئيس للمشروعات الكبيرة والمشروعات القومية العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية فيها مدينة رياضية، مدينة رياضية طبعا وزارة الشباب والرياضة بتطورها وبتديرها، كمان موجود في المدينة الرياضية مدينة الشباب والرياضة صالة حديثة جدا، والصالة دي من ضمن الصالات اللي هننظم فيها أكيد يعني كأس العالم 2021 لكرة اليد، فده برضو كان شيء مهم جدا ان احنا نتابع، ويكون يعني شيء فخر كبير جدا ولشرفنا كلنا. وشفنا يعني كابتن الرئيس كان برضو في احد زياراته موجود فيها، باذن الله تكون معلم كبير للرياضه المصريه. معالي الوزير، حضرتك دائما ما تتحدث او كان ليك تصريحات النهارده بخصوص هذه الزيارات المفاجئه ودور مراكز الشباب وتطوير مراكز الشباب، ودائما انت ما تتحدث عن تحويل مراكز الشباب الى مراكز خدمه مجتمعيه، الى اين وصلنا في هذا المشروع؟ في الحقيقه احنا فاتحين ده من خلال التعاون مع القطاع الخاص، احنا بنفتح ده لافراد والشركات، اداره حمامات السباحه، انشاء الملاعب، كمان بنزيد أندية العلوم اللي كانت موجودة قبل كده بنطورها وبنكبر الموضوع، كمان الأنشطة الثقافية، عشان كده عملنا إبداع مراكز الشباب لأول مرة هذا العام، وهنكمله كمان الفترة الجاية علشان ده شيء تطوير تشغيل لمراكز الشباب يعني. ده هيكون منسحب على كل مراكز الشباب ولا هي في مجموعة من المراكز؟ طبعا يكون ده خطة وماشي على كل مراكز.
بالتأكيد هناك تقييم دوري للمراكز بشكلها الحالي مع الوزير. أكيد في تقييم دوري، في اللي تم تطويره، في لسه اللي ما تمش تطويره، وفي اللي تم فيه تفعيل النشاط، وفي اللي لسه ما طورش في النشاط. احنا بنتكلم في 5000 مركز شباب تقريبا، احنا بنتكلم في 60 ل 70% دلوقتي عمل فيها يعني. اسمح لي معالي الوزير، خلينا ننتقل الى ما يتعلق باستضافه مصر كاس الامم الافريقيه، ودائما انت ومعالي رئيس الوزراء تقومون بتفقد استاد القاهره الدولي الذي سوف يشهد افتتاح وختام هذه البطوله. يعني وصلنا لفين حاليا في استعدادات استضافه كاس الامم؟ والله في العمل ماشي بشكل سريع، اللجنه المنظمه برئاسه المهندس هنا ابو ريده، وطبعا الكابتن محمد فضل موجود معاه في البطوله. اكيد احنا كمان بنشتغل على تجديد المنشآت اللي موجودة، وده يعني في تأكيد عليه. معالي الوزير لو تسمعني. مع حضرتك. يعني اخيرا معالي الوزير، مصر بعد 5 ايام سوف تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي، اعتقد ان لديكم اجنده موسعه فيما يتعلق بالتعاون مع الشباب الافريقي. اكيد طبعا ان شاء الله في اجنده في عدد من المشروعات داخل مصر وخارج مصر. نعم. معالي الوزير شكرا. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعه وهذه المداخله.